شارك وفد مصر برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي وعدد من المسؤولين في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 حتى 31 من شهر مايو الجاري، ذلك تحت شعار تحول أفريقيا مجموعة بنك التنمية الأفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي، والتي تواكب مرور 60 عاما على تأسيس البنك في عام 1964. وتأتي مشاركة وفد مصر في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وكذلك العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمثل اجتماعات مجموعة بنك التنمية الأفريقي فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة الأفريقية.